حماده، تشكيل فريق الزمالك النهارده واستعراض لبعض الاسماء الجديده اللي دخلت، و برضو نعرف من حضرتك الوقفه بتاعت الفرقه، هل 3 4 3 4 4 3 4 3 3 زي ما انت هو التشكيل شايف؟ هنتكلم في الطريقه، طبعا الطريقه مش هتتغير، هي 3 4 3. محمد عباد حراسه المرمى، محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد طارق، دول 3 مدافعين. تمام. قدامهم هيلعب حازم امام، محمد حسام بيسو اول ماتش يشارك فيه دوت اساسي، سيف جعفر، عبد الله جمعه، دول الرباعي اللي هم في خط النص. قدام يوسف اسامه نبي ناحيه الشمال، يوسف اوباما في مركز جديد ناحيه اليمين، ومهاجم صريح اللي هو عمر السعيد. عمر السعيد تمام. طبعا الماتش النهارده مفيش ضغوط عليه قوي. فانا اتمنى اللعيبه تستمتع بالكوره، تنبسط. احنا خلاص خدنا الدوري، انا ما يهمنيش نتيجه. الاول كان يهمني نتيجه، اكسب اخسر اتعادل، يهمني اللي انا اللعيب اللي بدا النهارده، اللعيبه الصغيره اللي زي مثلا محمد طارق، واللي زي مثلا محمد حسام بيسو، واللي زي برده كسيف جعفر بقاله فتره كان مصاب وراجع، ان هم تلعب في هدوء، ما عندكوش اي ضغوطات، ودي تبقى فرصه كويسه ليكوا عشان الناس تشوفكوا وانتوا لعيبه كويسه واحنا كلنا ثقه فيكوا. فبنصيحتي ليهم العب الكره السهله، سهل على نفسك، انت ما عليكش اي ضغوط، ما تتفلسفش، مش عايز فلسفه، العب كل واحد وامكانياته. بيسو ديفندر تبلى نص الملعب، تسيطر على نص الملعب، تسلم وتستلم. سيف جعفر في صناعه اللعب، اسامه نبي، يوسف اسامه نبي لعب طبعا في انطلاقاته والمهاره بتاعته. النهارده ماتش ما فيهوش ضغوط. احنا مثلا الاسابيع اللي فاتت يا صبري وابو حليم، لا عايزين نكسب ونكسب عشان بننافس على الدوري، وعايزين وعايزين وشدت اعصابه كده، لكن خلاص انت بطل الدوري وفرحت، انا مش فارقه معايا، خلاص الفرحه خلصت خلاص، يعني سواء النهارده كسبت، اتعادلت، لا قدر الله خسرت، مفيش مشكله بالنسبه لي، لان خلاص احنا فرحنا ولسه في فرحه. بس دي فرصه كويسه لمستر فيريرا، هيشوف فيها اللعيبه اللي بدا بيها اللي هم الجداد، هيشوف برده محمد طارق برده بقى له فتره ما بيلعبش سيرد باك كويس، عندنا حتى البدلاء كلهم مش شباب، يعني كله شباب، كله يعني هنيجي من تحت كده، حسام اشرف، طارق علاء، ادهم الخواجه، احمد عبد الرحيم، ايشو ده لعيب كويس، ايشو دوت لو نزل هيبقى ليه دور كويس، خضري، محمد خضري، اسلام جابر، احمد رفاعي، محمد حمدي، محمد اديب، كلهم شباب. فهي دي يعني هو الراجل عايز يقيم المجموعه اللعيبه الصاعده دي، هو خلاص ادى اجازه وراحه للعيبه الاساسيه اللي هي تعبت طول الموسم طبعا، وعايز بقى يشوف اللعيبه دي مين هيكملوا معاه، مين هيكملوا مع الموسم الجديد. فبرضك اللعبه دي عليها مسؤوليه انها تثبت نفسها، لان مستر فيريرا مش بيلعبهم وخلاص، ده بيلعبهم عشان يقيمك، هيشوفك انت قد نادي الزمالك وتيشيرت نادي الزمالك ولا لا، مين هيكمل من الناشئين دول، مين ممكن نطلعه اعارات. فانا بعتقد النهارده الماتش هيبقى حلو، يعني مفيش ضغوط فيه، وفرصه للعيبه كلها ان هي تثبت نفسها. عمر سعيد راجع برضك بقى له فتره ما بيلعبش، يثبت نفسك، دي مرحله تقييم. الناس اللي قعدت دي قعدوا مستر فيريرا، دول خلاص دول السنه الجايه موجودين اوريدي اساسيين، يعني انت فاهم طريقة كلامي، وعبد الحليم وصبري فاهمين الكلام، لكن دول اللي هو عايز يبص عليهم، مين هيكمل معايا، مين هيقعد، مين هنعيد الماتش ده والماتش اللي جاي، الماتش ده والماتش ما هم دي الفرصه الوحيدين. فاتمنى ان شاء الله ان معظم الشباب اللي موجود ده ان شاء الله يثبت نفسه، ونتفرج على ماتش كويس. انا مش هممني في النتيجه، انا فرحت خلاص، مش محتاج افرح بثلاث نقاط خلاص، يعني زي ما بيقولوا مفيش كعك بعد العيد او كده، مثل كده يقول لك مفيش كعك بعد العيد، احنا خلاص فرحنا وانبسطنا وكل حاجه. فدي فرصه للعيبه ان شاء الله تثبت نفسها، واتمنى يوسف اوباما النهارده يكون قائد ويعود لمستواه، لان اوباما اللعيبه المميزه قوي، بس هو مهمل في نفسه الفتره اللي فاتت. لكن انا بقول له يوسف انت لعيب كبير، وان شاء الله لازم تبقى تكون موجود في نادي الزمالك وفي قياده نادي الزمالك، لازم الماتش دوت تبقى قائد للعيبه دي، انت ومحمود علاء وعواد اللي انتوا الاكبر سنا، وحازم امام، بتقودوا الناشئين دول برضو، تحمسوهم، تتكلموا معاهم، لو لعيب غلط تسقف له. هي دي كره القدم، فرق بين لعيب كبير وفرق بين لعيب صغير. عايز اخد رايك يا صبري في الصفقات الجديده اللي اعلنها مستر مرتضى بالامس ومنذ فتره، ثلاث اسماء، احمد ايمن منصور اخيره امبارح، ابن نجمنا وسوبر مصر الكابتن ايمن منصور. صحيح. هو لعيب مميز جدا، من اللعيبه اللي بتلعب في اكتر مركز على فكره، بيلعب باك ليفت، بيلعب مساك، بيلعب في نص الملعب، بيلعب في نص الملعب ساعات. زكريا الوردي ايضا، ابراهيم النضاي كان موجود في اعتقد في سويسرا يا جماعه، لوزيرن السويسري، اعتقد لوزيرن السويسري، لوزيرن السويسري، وقبليها كان في هنا في دجله، لعيب برده من اللعيبه اللي اسمها كويس ولعيب كويس. وبعدين احنا ما بنبصش للاسماء قوي قد ما الاحتياج الفني. مظبوط. شايف الثلاث صفقات اضافه لنادي الزمالك باذن الله ان شاء الله؟ طبعا صفقات جيده جدا، وبتدل على الاحترافيه اللي احنا اتكلمنا عليها من قبل كده كابتن، في النواحي الاداريه جوه نادي الزمالك، انت بتجيب على قد اللي انت محتاجه بس. حتى لما كنا في البدايات خالص، من لو رجعت من شهر شهر وشويه، يمكن كان عدد اللعيبه كنا عايزين لعيبه اكتر من اللي موجودين دلوقتي او اللي احنا بنتعاقد معاهم دلوقتي،
ولكن مستوى الرجال الحقيقه اللي كانت جوه الملعب السنه دي وبنتعامل معاهم دلوقتي ان هم ابطال، ابطال دوري وابطال كاس، فلعيبه ليها وزنها وليها قيمتها. التعاقدات الجديده يا كابتن على احتياجاتك، يعني لو بصيت على ابراهيم انضاي هتلاقي عنده السرعات زي زيزو، واحنا محتاجين في طرف من الاطراف دي يبقى متواجد برضو، محتاجين حد في نص الملعب زي زكريا، لعيب بيقولوا عليه لعيب كويس، محتاجين احمد ايمن منصور لان عندنا الناحيه الثانيه المسلوسي يقدر يلعب باك رايت ويقدر يلعب سيرفيس. يعتبر ده العمود الفقري للتيم، لو هتلعب ايمن منصور مثلا مساك، ابراهيم انضاي في نص الملعب، عفوا زكريا ورد نص الملعب، وابراهيم انضاي فرود، فانت بالزبط. بتتكلم على العمود الفقري للتيم، وده تفكير منظم مرتب من الاداره ومن الجهاز الفني ان هم يختاروا العمود الفقري للتيم عشان يبقى والمواصفات كمان بتاعت لعيب الكره اللي هيجي في الحته دي يا كابتن، مش اسمه خلاص، لا هم بيجيبوا المواصفات اللي محتاجها الراجل علشان يشتغل عليها الشغل اللي هو عايز يطبقه جوه الملعب، فبيجيب عايز لعيب سريع، عايز لعيب مهاري، عايز لعيب ممكن يخش جوه ال 18 يبقى هداف، فوجد ضلته في ابراهيم انضاي، عنده الناحيه الثانيه زيزو، فالمتطلبات بتاعت الفرقه انت بتجيب على قد الاحتياجات اللي انت عايزها والكواليتي اللي انت عايزه في اللعيب المتواجد في المركز ده. تمام. فالحقيقه الصفقات كلها جيده جدا 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 ان شاء الله يبقى مضافه باذن الله. وخلي بالكم يا جماعه، القصه مش في قصه ان انا بجيب واو من اللعيبه وفي الاخر اخسر 90 80 90 مليون جنيه وما يدينيش اي حاجه ويفشل معايا. انا ممكن احنا احمد سيد زيزو لما جه ما كانش حد يعرفه، النهارده ما شاء الله في لعيبه كتير جدا جدا جت في نادي الزمالك ونجحت بشكل، قدامنا امثله كبيره، كابتن عبد الرحيم علي مثلا كان جاي من الدخان حاجه محترمه واصبح الهداف التاريخي، هو نفسه ما كانش يتوقع هذا النجاح. صبري نفس الكلام، حماد عبد اللطيف، العبد لله، كلنا لما جينا ما كناش متخيلين احنا هنبقى هننجح، ولكن سبحان الله ربك سبحانه وتعالى نجحنا كلنا. كابتن عبد الحليم، ثلاثة مدافعين النهارده لاول مره بيلعبوا مع بعض، محمود علاء، عبد الشافي، وايضا معاهم محمد طارق. شايف الثلاثي اللي ورا ده، هل الراجل زمالك كابتن حماده بيقيم اللعيبه دلوقتي في مرحله تقييم، ولا هو مقتنع باللعيبه دي وعشان كده هو عمل التشكيل ده النهارده؟ زي احمد، زي مثلا بيسو اول مره يلعب، من اللعيبه المميزين عندنا في الدكه وبداء، لعيبه كتيره جدا اول مره تخش في التشكيله الاساسيه نادي الزمالك. هو التقييم هنا هيبقى لمجموعه لعيبه، يعني مش كل، يعني لا انا مش النهارده ما بقيمش عواد، ما بقيمش محمد عبد الشافي، ما بقيمش محمود علاء، الصوره واضحه عندي ومنتهيه وانا عارف انا هعمل معايا الموسم الجديد. صحيح. فبالتالي الصوره منتهيه عندي، انما النهارده انا بحاول اعمل توليفه اللي منها برضو شكل الزمالك ما يبقاش النهارده في عدم انسجام، فحاطط مجموعه برضو عبد الشافي بيمتلك الخبرات، محمود علاء بيمتلك الخبرات، عمر السعيد، اوباما، حازم، عامل توليفه يا كابتن طارق اللي تخليها نادي الزمالك برضو يقدم مباراه بالشكل الجيد، يعني برضو في الاخر انا عايز برضو اشوف الناس دي واقف عليها بشكل كويس جدا، وخصوصا الناشئين. تخلي بالك النهارده الكابتن حماده وكابتن صبري اتكلموا في نقطة مهمة جدا، النهاردة التشكيل مختلف بنسبة 90%، مش لا ده كل ده 100%، مفيش غير عواد بس تقريبا هو اللي كان أساسي يعني الفترة اللي فاتت. الدكة كمان، الدكة، خلي بالك النهاردة مباراة رسمية مش مباراة ودية يعني. النهاردة مباراة رسمية، فداخلة في الشكل الجدي، داخلة في نتيجة مباراة، في برضو إن احنا عايزين الماتشين ده ناخد الستة بونت، فبالتالي البونت يعلى عندنا في الدوري العام، فأكيد في تقييم النهاردة، أكيد الراجل بيقف على اللعيبة بتاعته، فبالتالي انما مش هيقايم بقى لعيبه كبيره، انما التشكيل فيه توازن، في فرصه اللي بياكد على ناس في قلب الملعب، يعني بياكد النهارده على سيف جعفر، بياكد النهارده على محمد طارق، بياكد على يوسف اسامه، فبياكد على لعيبه خدت معاه بشكل كويس جدا. صحيح. فهو الراجل النهارده حاطط في دماغه بيجهز للموسم الجديد او بينهي الموسم بتاعه عشان يعرف مين اللي معاه ومين اللي مش مين الناشئين اللي هيكملوا معاه. صحيح. اللي هيكملوا، لا التشكيل النهارده متوازن، اللعيبه كمان النهارده في طموحات عندها، يعني اللعيبه كلها النهارده عايز تثبت نفسها، عايز تقول ان احنا موجودين، عايزه برضو بتكمل الفرحه بتاعتنا بالانتصارات بتاعتنا، بفرحه التتويج بالدوري، فالنهارده التشكيل في توازن، اللعيبه كلنا بقى نثق في اللعيبه كلها، فربنا يكرمه النهارده مجموعه الخبرات مع المجموعه الموجوده تؤدي اداء جيد ان شاء الله.